اتفضلوا الغدا جاهز. اتفضل استاذ حسين. اهلا وسهلا. والله ليك وحشه. حلوه ليك دي اهو، انت اللي ليك. اتفضل. براحة يا عم. ايه السجاد هينزل سخيف. والله وحشاني رخامتك يا سمير. واضح قوي يا اخويا انها وحشتك. ده انت واخواتك ولا بتسالوا علينا ولا ما بتصل على المحمول بتنفض لي. الدنيا مشاغل يا سمير، انت فاكر ان انا ببص على الشاشه ولا بسمع رنته حتى؟ ايه ده؟ بلغتك انت شيكن وينجز، بلغتنا احنا جناحه محمره بالصلاه على النبي. ولقيت فرخة بتلات تجنيحة فين يا سمير؟ لسه بخيل زي ما انت يا سمير. طب ما دام انا بخيل وانت ابو الكرم كله، ما دخلتش علينا ليه ان شاء الله بحمامايه؟ مشوية ولا محشية يا سمير؟ عيب يا سمير عيب. سيبه اللي فيه ده ما يبطلوش ابدا. كل متشكرين يا سمير على الاوبن بوفيه اللي عملته لنا ده. وشامي فتلة على الله يطمر. اللي قول لي يا سمير، عامله ايه الحياه معاك؟ انا اخر حاجه سمعتها ان انت تخرجت من معهد خدمه اجتماعيه ومن ساعتها مش لاقي شغل. يا حسين يا ابن عمي، انا ما اتخلقتش عشان ابقى موظف ولا صاحب شركه ومسؤوليات. امال اتخلقت عشان تبقى ايه، عاطل؟ انا مستشار. مستشار؟ ايوه، الناس بتستشيرني عشان احل لهم مشاكلهم ويستفادوا بخبراتي في الحياه. الحمد لله والشكر لله بفهم في كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. بالك مشاكل كتير قوي في عيلتنا كان ممكن تتفاقم لولا تدخلاتي. مشكله ايه ان شاء الله؟ حوض النيل؟ لا، حوض العسل اللي بينقر. ما انت شايف يا حاج، انا بتكلم جد. مشكله وفاء بنت عمتك مع جوزها الدكتور حيكه. ايه حوار شهد وسحر وسمر، فاكر؟ مشكله ابلوجرات مع جيرانها في اللبان. ما كل دي بيوت كان ممكن تنهار ولا خبرتي وتدخلاتي. يا راجل كنت اوفر تدخلاتك دي لنفسك. انت لا اتجوزت ايه ولا خلفت، فاكر؟ واتجوز ليه ان شاء الله؟ عشان اصرف على واحده مش قريبتي اساسا. مش قريبتك؟ اه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي يا جماعه، انا مضطر استاذن. والله قعدتكم كان ليها وحشه، بس انا عايز الحق العصر يا جماعه واتكل على الله على المنصوره قبل ما تليل. انا مبسوط قوي اني شفتك يا حسين. مع السلامه. شكرا يا اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بقول لك يا حاج عمر، في جناحين مكمرهم في المطبخ، الفهم لك في جرنان تتقوت بيهم في طريقك. انا ولا تسيبهم لاخوك يتغدى بيهم بكره. بالهنا والشفا حبيبي. حبيبي حبيبي، استودعتك الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. يا سلام يا جدعان، مفيش احن من الاخوات على بعض. شكله تعبان قوي الحاج شكر يا سمير. ما لازم يتعب، مش اتجوز وخلف. انا عن نفسي سبت له مكتبه المنصوره بتاعت الحاج الله يرحمه، يشغلها وياكل منها عياله. وانت بتاكل منين يا سمير؟ والله على حسب، ساعات باكل من عند مدام نانا اكلها حلوه قوي يا حسين، واوقات بروح برشط عند خالته عنايات. انت مالك يا حسين، باكل منين ولا بشرب منين؟ يا غبي، تاكل منين يا عم؟ بتصرف منين؟ بصرف منين؟ ما بصرفش يا عم، أنا بأجر شقة الحاجة الله يرحمها، واللي بيجي من الشقة بحوشه. فكك مني يا حسين، مش ناوي تقول لي إيه سر الزيارة الكريمة بتاعتك؟ قص عليك سمير، ليه بتقول لي كده يا سمير؟ اللي بيربي قرد أضرب ألاعيبه، وحسين أبو النيل ما بيخطيش خطوة إلا ما يطلع له منها مصلحة. وأنا هيطلع لي إيه منك يا معفن؟ يمكن الشكل وينجز. وينجز؟ طب قوم انجز والبس بقى عشان نخرج، وبالمره اعدي على البيت عشان اجيب الدواء. انت اكتر انسان انا بثق فيه في الدنيا يا سمير، عشان كده كنت مصر اني لازم اقابلك واتكلم معاك. انت تاجر مخدرات يا حسين صح؟ مخدرات؟ اطلاقا. كل الحكايه ان انا موهوب في البيزنس واعرف اجيب القرش ازاي. طول عمرك كلب فلوس. طول ايه؟ قلب فانوس. سخيف وعيل. فاكر يا سمير وانت صغير عندك 15 سنه لما لقيت شنطه فيها 50,000 جنيه في الاتوبيس اللي انت كنت راكبه؟ انت لسه فاكر؟ ودي حكايه تتنسي؟ اياميها اندهشت ليه واحد معاه 50,000 جنيه ويركب اتوبيس؟ بخل. ما علينا. ساعتها انت جيت تستشيرني تحتفظ بالشنطه ولا تسلمها للاسم، وانا قلت لك خدها. وعملت فيها انا عم الفلوط ورحت سلمتها للاسم، كنت عبيط. ما
بالعكس، انت امين يا سمير. يلا خدنا ايه من الامانه؟ هتاخد. احترم نفسك يا حسين. سيب العصير ده وقوم نتمشى شويه. خد معايا. هلفهولك، قوم. انا هموت خلال شهور يا سمير. ايه؟ طب ازاي؟ وانت لا مؤاخذه عامل زي الطور قدامي. صدقني يا سمير، انا مصاب بمرض نادر، نسبة الشفاء منه ضعيفة. اضطر اسافر امريكا انا وبنتي عشان ابدا كورسات العلاج. شهر، شهرين، سنة بالكتير. والفيروس ياكل كل خلايا الجسم، النهاية محتومة. لا اله الا الله، ربنا ما بيديش كل حاجة. انا عندي مشاكل كبيرة مع اخواتي يا سمير، وخايف على هانيا من بعضي. دول حيتان وهيبلعوها وهيلهفوا كل ثروتي. مفيش حد هينجدني في الموقف ده غيرك انت يا سمير. ولو اني مش ببلعك يعني، بس رقبتي ليك. سمير، انا عايز اشيل مبلغ عندك امانه. لو اتعافيت وكتب لي عمر جديد استرده منك كمان سنتين. انا بقى لو فسعت بنتي هانيا كمان سنتين هتتم 21 سنه، تاخد المبلغ تديه لها وتكفي عن خبر مكور. يا عم ما تفولش عن نفسك، انت هتبقى زي الفل ان شاء الله. بس يعني المبلغ ده لو فوق 7000 جنيه اساسا ما اقدرش اخده منك. المنطقه عندي كلها عوا، ده غير ان ما عنديش حساب في البنك. ما ينفعش احول لك مبلغ زياده في البنك، لان مباحث الاموال هتشدك في خلال ساعتين. ليه يعني؟ المبلغ كام يعني؟ انا بعت كل املاكي وسيلتها بما فيها البيت ده، ما جبتش كتير، عملت 550 مليون جنيه. الله 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 الله، يا عيني، ده انت المره تلحس نافوخك ولا انت مصرصر؟ صراصير ايه يا حمار انت؟ انا بكلم جد. انا قلبي هيقف. عاوز تشيل معايا 550 مليون؟ معايا؟ ايوه، وفي بيتك. في الروضه، ده اللي تقتل يا حسين. بقول لك ايه؟ هربهم بره ولا اكتمهم باسم بنتك. انت غبي ولا تستعبط عليا ولا ما تسمعش اللي بقوله لك؟ وضع البلد ما يستحملش تطلع اي مليم بره من غير سبب وعين سبب. قلت لك ان بنتي اندر ايج، عندها اقل من 21 سنه، ما اقدرش اكتب اي حاجه باسمها. اخواتي هياكلوها. ده اخواتك؟ لا حول الله يا رب. صحيح، لا تامن لجيركن ولا تسايس بيركن.